والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. اليوم سنسرد قصة عجيبة لأحد الإخوة من مصر، من الإسكندرية. قصها علي منذ مدة ليست بالبعيدة عن طريق فيسبوك. قال لي صديقي وهو يروي لي عن هذه القصة التي حدثت في مدينة الإسكندرية، قال: كان في 3 أصدقاء على قارب ذهبوا إلى عرض البحر. كان أحدهم اسمه محمد. كان هذا محمد كان ذو صوت جميل جدا، وكان عندما يبحرون في القارب يقوم بالغناء، وكان صوته صوت جميل جدا. وفي إحدى الأيام وهم في وسط البحر ومحمد كان يغني، وأحد أصدقائه كان يجدف، والآخر كان يستمتع بالغناء، فإذا بحورية بحر تخرج رأسها من الماء، وحتى قال حتى بدا نصف جسدها. وبعد ذلك طلبت تلك الحورية من محمد أن يقفز إلى الماء. لا، طلبت منه تعالى، قالت له: تعالى معي واقفز إلى الماء. وكانت تلح عليه، فلما رأوها ارتاعوا وخافوا منها. فعندما حاولوا التجديف نحو الشاطئ والهروب، أمسكت الحورية بطرف القارب وهزته هزة عنيفة، فانقلب. لم ينقلب القارب، بل سقط محمد في الماء. فأمسكت به تلك الحورية وغطست إلى أعماق البحر. وبعد ذلك عاد الشابين صديقي أحمد أو محمد بشكل مروع، وهما مرتاعان، وحدثوا كل الجيران والأقارب، ووصلوا النبأ حتى إلى الشرطة المحلية، وبدأت عمليات البحث في البحر حتى برجال الضفادع، وهكذا مدة يوم وليلة بكاملها. وفي حوالي منتصف الليل كان قارب فيه أب محمد في عرض البحر، وكان الناس يصيحون: محمد محمد. وكان الأب يصيح: يا بني محمد، يا ابني يا محمد. ثم أجهش بالبكاء، بكاء شديد. وبعد لحظات ظهرت جثة أب محمد تطفو على الماء، فاستخرجوه وأخذوه إلى المشرحة. وحزن الجميع عندما وجدوه قد مات وقد لفظ أنفاسه، لأن الجميع كان يحبه. وبعد تلك الحادثة قاموا بتشريحه ليروا أسباب الوفاة. فلما خرج تقرير الطب الشرعي كان شيء مذهل لم ينتظره أي أحد، ولم يظن أنه سيحدث. قال طبيب شرعي بأن سبب الوفاة كان بسبب ضربة عنيفة على مؤخرة الرأس، ولم يكن بسبب الغرق، لأن رئتيه ليس فيها قطرة ماء. فذهلوا لذلك. وبعد أيام خرجت تلك الحورية من جديد إلى شباب آخرين، فأخبرتهم ما كان من تلك القصة. فقالت لهم، لأولئك الشباب، بأنها عندما أخذت أحمد إلى قعر البحر صار يتنفس تحت الماء مثلها. لا نعرف أكان سحرا ذلك أم لها طريقة معينة استعملتها. فلما فرضي أن يبقى معها. وبعد أن مرت ساعات سمع صوت أبيه يبكي ويطلبه، فغير رأيه وأراد أن يعود. فحدث عراك وشجار بينها وبين الحورية، فضربته بشيء حاد أو هكذا على مؤخرة رأسه فقتلته. والله أعلم بالحقيقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Alienígena, velho. Tá respirando embaixo d'água. ¿Ya lo vieron? Sí, sí. Se fue, se fue, se fue. over there and see what it is. It doesn't say. Oh, get away from the window! Stop! Get away from the window!这个鱼已经成精了啊！游来了，游来了，有人的样貌。看，这个鱼。这个鱼已经成精了啊！游来了，游来了，有人的样貌。 E aí, cara, consegue, alguém me consegue explicar o que é isso aqui? Tá andando embaixo d'água? Olha alienígena, velho. Tá respirando embaixo d'água. Mano do céu. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. اليوم سنسرد قصة عجيبة لأحد الإخوة من مصر من الإسكندرية، قصها علي منذ مدة ليست بالبعيدة عن طريق فيسبوك. قال لي صديقي وهو يروي لي عن هذه القصة التي حدثت في مدينة الإسكندرية، قال: كان في 3 أصدقاء على قارب ذهبوا إلى عرض البحر. كان أحدهم اسمه محمد. كان هذا محمد كان ذو صوت جميل جدا، وكان عندما يبحرون في القارب يقوم بالغناء، وكان صوته صوت جميل جدا. وفي إحدى الأيام وهم في وسط البحر محمد كان يغني، وأحد أصدقائه كان يجدف، والآخر كان يستمتع بالغناء، فإذا بحورية البحر تخرج رأسها من الماء، وحتى قال حتى بدا نصف جسدها، وبعد ذلك طلبت تلك الحورية من محمد أن يقفز إلى الماء. لا، طلبت منه تعالى، قالت له تعالى معي واقفز إلى الماء، وكانت تلح عليه. فلما رأوها ارتاعوا وخافوا منها، فعندما حاولوا التجديف نحو الشاطئ والهروب أمسكت الحورية بطرف القارب وهزته هزة عنيفة، فانقلب لم ينقلب القارب، بل سقط محمد في الماء. فأمسكت به تلك الحورية وغطست إلى أعماق البحر. وبعد ذلك عاد الشابين صديقي أحمد أو محمد بشكل مروع، وهما مرتاعان، وحدثوا كل الجيران والأقارب، ووصلوا النبأ حتى إلى الشرطة المحلية، وبدأت عمليات البحث في البحر حتى برجال الضفادع، وهكذا مدة يوم وليلة بكاملها. وفي حوالي منتصف الليل كان قارب فيه أب محمد في عرض البحر، وكان الناس يصيحون محمد محمد، وكان الأب يصيح يا بني محمد، يا ابني يا محمد. ثم أجهش بالبكاء، بكاء شديد. وبعد لحظات ظهرت جثة أب محمد تطفو على الماء، فاستخرجوه وأخذوه إلى المشرحة، وحزن الجميع عندما وجدوه قد مات وقد لفظ أنفاسه، لأن الجميع كانوا يحبوه. وبعد تلك الحادثة قاموا بتشريحه ليروا أسباب الوفاة. فلما خرج تقرير الطب الشرعي كان شيء مذهل لم ينتظره أي أحد، ولم يظن أنه سيحدث. قال طبيب شرعي بأن سبب الوفاة كان بسبب ضربة عنيفة على مؤخرة الرأس، ولم يكن بسبب الغرق، لأن رئتي ليس فيها قطرة ماء. فذهلوا لذلك. وبعد أيام خرجت تلك الحورية من جديد إلى شباب آخرين، فأخبرتهم ما كان من تلك القصة، فقالت لهم لأولئك الشباب بأنها عندما أخذت أحمد إلى قعر البحر صار يتنفس تحت الماء مثلها. لا نعرف كان سحرا ذلك أم لها طريقة معينة استعملتها. فلما فرضي أن يبقى معها، وبعد أن مرت ساعات سمع صوت أبيه يبكي ويطلبه، فغير رأيه وأراد أن يعود. فحدث عراك وشجار بينها وبين الحورية، فضربته بشيء حاد أو هكذا على مؤخرة رأسه فقتلته. والله أعلم بالحقيقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.